بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني أخواتي متابعي قناة مينا صوف للبرمجة، في هذا الفيديو سنرى تثبيت مكونات الـ AMS Advanced Data Import. بعدما رأينا تثبيت الـ AMS Advanced Data Export، الآن سنرى الـ Import، يعني جلب البيانات من ملفات وورد أو إكسل أو HTML أو أي صيغة يدعمها وتدعمها هذه المكونات. إذا بعد تحميل الحزمة وفك الضغط عليها، نضعها في مجلد التنصيب بالنسبة للدلفي، يعني في Program File Embarcadero، وفي مجلد الكومبوننت الذي وضعناه نضعها هنا، وهي AMS Advanced Import. إذا بعد فتح هذا المجلد نجد الديمو، نجد ملف ديمونستريشن هل ENC، ولدينا لانجويج هنا خاصة باللغات، لدينا كذلك الباكاج والسورس، وهذان المجلدان فقط ما يهمنا داخل هذه المكونة. إذا نفتح مجلد السورس نجد الملفات DCU و DFM و باس، يعني ملفات الباسكال لهذه الحزمة. إذا نضغط هنا ونأخذ هذا المسار كوبي ونذهب إلى الدلفي، نفتح Tools ثم Options ثم نذهب إلى Language Delphi Bibliothèque ثم نذهب إلى هنا. إذا ونضع المسار الأول في المجلدات Library الخاصة بالدلفي، ها هو مسار AMS Advanced Data Import Source. أولا السورس، ثم نأتي إلى هذا المجلد، نفتح الباكاج ثم دلفي 11 ثم نأخذ هذا المسار كذلك. إذا نأخذ هذا المسار ونضعه كذلك داخل هذه المسارات الخاصة بمكتبة الدلفي، وبعد وضع المسار طبعا نضع أد أو أجوتي هنا، نضع اوكي ثم نضع انجستري، ثم ناتي الى فايل في الدلفي ثم اوبن، ثم نعطيه المسار الذي قمنا بنسخه ونسخه، وهو المسار الخاص بالباكج. اذا نجد اربع ملفات دي بي ار بروجكت، دي بي ار بروجكت بالنسبه للدي تي والار تي، كي امبورت ار تي وكي امبورت دي تي. إذا نأخذ ملفات الـ DPK، يعني الامتداد DPK الأول، نضغط على Ctrl من لوحة المفاتيح ثم نضغط على زر الفأرة الأيسر كذلك لنعمل Select للملفين ونضغط على Open. إذا يفتح الملفان هنا. إذا نقوم بعملية Compile هنا ل هذه الحزمة الأولى، ثم نعمل كذلك compile للحزمة الثانية. إذا وبعد عمل الكومبايل نضغط عليها بزر الفأرة الأيمن وعمل install. إذا بعد ما يقوم بعملية الانستال نذهب إلى هنا configuration Welcome configuration أو configuration de bienvenue، ونقوم بجعل التام عبارة عن clear أو clear، ثم نضغط على هذه البطن begin، ثم نأتي إلى هنا في الحزم ونرى الحزمة AMS Advanced Data Import، كذلك نفس المكونات. إذا نأخذ تطبيق بالنسبة للبي سي ال للدلفي، إذا ونلاحظ
المكونات هنا imports from Excel، هنا كذلك ASCII XML data JavaScript أو JScript JavaScript HTML XML DocX و XLSX، هنا خاصة بالنسخ المتقدمة من الأوفيس. إذن هذه هي المكونات الخاصة بعملية الإمبورت. إذن إذا أردنا العمل بهذه يعني المكونات، يمكنكم أن تذهبوا إلى هنا Demonstration. تجدون هنا لدينا دلفي، ثم لدينا Custom Destination، لدينا Dialog Demo، لدينا بعض الأمثلة هي عملية الإمبورت. لاحظوا هنا يوجد داتا سيت، هنا ديجري، هنا ليست فيو سترينج، لدينا إمبورت داتا، ولاحظوا تظهر لنا هذه الخاصية إمبورت فروم إكسل ثم ام اس اكسل، هنا النسخ من 97 ل 2003، وهنا النسخ المتقدمة، كذلك الوورد ودي اس فايل، دي بي اف فايل، تكست فايل، سي اس في فايل، هذا متعلق كذلك ب اكسل، اتش تي ام ال، اكس ام ال، مايكروسوفت اكسس كذلك، امبورت داتا فروم، العديد منها. اذا كان هذا حول عملية تنصيب المكونات الخاصة بـ MS Advanced Data Import. إذا تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.